فعلى الشباب استثمار طاقاتهم وتسخيرها لخليفة الله، وبالتالي هي عائدة له. فهذا علي بن الحسين، هذا وهب النصراني، هؤلاء يوجد شباب موقف واحد لهم مع خليفة الله، خلدوا في الدنيا وفي الآخر. فلتكن عندنا في كل حركة أيها الشباب نية، أي عمل، أي مجهود، حتى في ألعابك انوي بأنك تتمرن من أجل أن تنصر الإمام، من أن يكون لك بدناً يليق أن تنفذ تكاليف الإمام. شو رسول الله صلى الله عليه وآله من يخبر أبا ذر يقول له: فلتكن لك في كل شيء يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل، فإن الله يجزيك على ذلك. أأكل من أجل أن أؤدي أمر الله سبحانه وتعالى، أنام من أجل أن أعطي الجسد راحته حتى أستيقظ بنشاط وأؤدي عملي. في كل أعمالكم انووا لله سبحانه وتعالى، حتى عندما تدرسون أي دراسة كانت ادرسوها واتعبوا فيها من أجل الإمام، ومن أجل الإمام سلام الله عليه من يجي ما يعطل الناس. كل إنسان يعطيه اختصاصه، فأنت لا تخلي مثل ما أغلب الشباب أو هو الكل ما عدا المؤمنين والقليل من المؤمنين ينظر إلى مستقبله. أي مستقبل؟ مستقبله الدنيوي. نعم، أنت انظر إلى مستقبلك، مستقبلك الذي لا ينتهي، مستقبلك إذا علقته بالله سبحانه وتعالى لا تكون له نهاية أبدا، لأنه مع الله سبحانه وتعالى. فأود أن أذكركم، لعله نحن لم نجد في زماننا من يذكرنا، أو لم نوفق لأحد أن يذكرنا. ونحن الآن، أنا بالنسبة لي قد وقعت في فخ الخسران، ذهبت الطاقات ولا توجد تلك الطاقات والإمكانيات اللي كان الإنسان في شبابه يقدر مثلا أن يتعلم فيها لنصرة الإمام سلام الله عليه. يغالبه جسد ينتهي بعد الأربعين، يتنازل طاقات البدن المادي. فاغتنموها، فلا تتجاهلوا إلا عندما تقعون في نفس الفخ، ولا ينفع بعد ذلك ندم ولا ممكن أن يرجع لك. فقد ننصحكم بما مر علينا، فالله الله في رأس مالكم وقتكم، لا تصرفوا الوقت في أشياء تافهة، سخروا كل شيء بنية خالصة لله سبحانه وتعالى.